صباح الخير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من كلام بيروت. الانتخابات النيابية في ضوء مبادرة الرئيس نبيه بري والمرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب الأحد المقبل، إضافة إلى العقوبات المصرفية الأمريكية ضد حزب الله، وما تردد عن طرح للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تجنيس اللاجئين السوريين شكلت العناوين الرئيسية للصحف الصادرة في بيروت اليوم. سنتابعها مباشرة من الاستديو بعد قليل مع ضيفنا الكاتب الصحفي الأستاذ علي الأمين لحين وصوله إلى الاستديو بعد قليل. ولكن معنا مباشرة في بداية هذه الحلقة عضو كتلة المستقبل النائب الدكتور عاطف مجدلاني عبر الهاتف. صباح الخير دكتور مجدلاني. صباح الخير لك أستاذ سلمان وللمشاهدين الكرام. نعم، كثيرة هي العناوين المطروحة، ولكن عديد من الصحف أبرزت موضوع ما جرى في الحوار الوطني امبارح، كنت حضرتك مشارك في هذا الحوار، وما طرحه الرئيس نبيه بري ربما كمخرج لموضوع إجراء الانتخابات النيابية في ضوء كل ما يجري في ضوء الفراغ الرئاسي تحديدا. على طاولة الحوار دكتور مجدلاني، كان في كلام للرئيس فؤاد السنيورة بنوع ما يرفض موضوع إجراء انتخابات نيابية مبكرة، ولكن بالنقاش ماذا حصل؟ بداية طبعا دولة رئيس نبيه بري أراد تحريك المياه الراكدة مرة جديدة بموضوع انتخابات رئاسية وخروج إخراج لبنان من المأزق اللي نحن موجودين فيه. نعم. فأعطى مبادرة هي إجراء انتخابات نيابية مبكرة، ومن ثم ولكن قبل يعني إجراء الانتخابات نكون اتفقنا على الالتزام بانتخاب رئيس الجمهورية بأول جلسة بعد الانتخابات مهما كانت نتيجة الانتخابات النيابية. نعم. ومن ثم وهناك طرح آخر وهو كمان انتخابات نيابية بالقانون يلي ممكن نتفق عليه، إذا ما اتفقنا على قانون بنروح على 60 بنروح على 60. نعم. ومن ثم أيضا بأول جلسة بعد انتخاب هيئة المكتب يصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية. نعم. ومن ثم طبعا تستقيم الأمور وبصير في حكومة جديدة وإلى آخره. هذا الموضوع طبعا بالمادة في شيء نحن مش قابلين فيه، وهو موضوع تقديم انتخابات نيابية على انتخابات الرئاسي. ونحن برأينا أنه هذا الأمر ممكن يأخذ البلد إلى المجهول، خاصة وأنه في فريق حياة ما بيلتزم، وهون في زميلنا سامي جميل اللي ذكر المجتمعين أنه صار في إعلان بعبدة يلي وقعوا الجميع وما صار في التزام فيه من قبل حزب الله. نعم. لذلك في تخوف من أنه ما يصير في التزام بانتخاب رئيس الجمهورية، وساعتها نوقع بالمحظور ونوقع بفراغ أخطر من الفراغ اللي نحن موجودين فيه اليوم، خاصة وأنه بعد الانتخابات الحكومة تصبح بحكم المستقيلة حكومة تصريف أعمال، وبانتظار إجراء المشاورات الاستشارات النيابية. نعم. دكتور مجدلاني سأدخل في التفاصيل بالعناوين التي ذكرت، ولكن هذا يعني أنه فعلا انتهى موضوع تحريك المياه بالأول، موضوع ترشيح الوزير الفرنجية والجنرال عون، يعني قطعنا هذه المرحلة لنبدأ البحث بموضوع انتخابات مبكرة قبل الرئاسية؟ يعني هذا اللي عم بيطرحه دولة الرئيس نبيه بري. نعم. انه طالما الامور واقفه في مرشحين والمرشحين هن حلفاء لحزب الله، وحزب الله مش عم بيريد ينزل على المجلس النيابي حتى ينتخب احدهم، والمفارقه العجيبه الغريبه انه حزب الله عم بيطلب من دولة الرئيس سعد الحريري انه يقرر ينتخب المرشح الأقرب إلى حزب الله اللي هو العماد ميشيل عون، وأنا برأيي أنه حزب الله لا يريد لا ميشيل عون ولا سليمان رجي مع حفظ الألقاب، ويفضل الفراغ في سدة رئاسي. المهم اليوم نحن بأمام
مبادرة من دولة الرئيس نبيه بري عم بحاول يحرك هذا الملف، وأعطى فترة يعني فترة تفكير لكل الأصدقاء المشاركين على طاولة الحوار، وبالجلسة القادمة اللي حددت 21 حزيران بيكون في أجوبة على هذه المبادرة، كما أجوبة على طرح اللي قدمه الأستاذ سامي جميل بإجراء خلوة تستمر 3-4 أيام بنتيجتها إما أن نتوافق على حل الأزمة وإما لا نتوافق. إذا توافقنا فما في مشكلة، إذا ما توافقنا فيتوقف الحوار، لأنه لا يجوز استمرار الحوار لمجرد الحوار دون أي نتائج. نعم دكتور مجلاني، ذكرت موقف الرئيس سنيورا، على كل حال في نقاش في هذا الأمر للكتلة، لكتلة المستقبل قد يصدر موقف طبعاً في هذا الإطار، ولكن من قبل حزب الله هل كان هناك أي تعليق على طاولة الحوار من طرح الرئيس بري، أم أنه هناك شيء منسق بينهما؟ لا، كان في تأييد لطرح الرئيس بري، ولكن الملفت أنه الأستاذ تامين فرنجية طرح سؤال على حزب الله وعلى التيار الوطني الحر أنه في حال لم نتفق على قانون الانتخاب وإجا الاستحقاق النيابي، فهل تسيرون بقانون 60 لإجراء الانتخابات؟ فكان الجواب بالإيجاب من قبل حزب الله. فعندها يعني الأستاذ أمين فرنجية قال له طيب ما أنا حكيت هذا الكلام من قبل، ليش وقفتوا ضدي وضد هذا الكلام؟ فيعني طبعا هذا موقف جديد من حزب الله انه موافق على قانون 60 في حال لم نصل الى اتفاق على قانون جديد. على كل حال عنوان صحيفة الجمهورية مختلف عن باقي العناوين، قانون 60 يستحضر مجددا، كأنه ما في إمكانية للاتفاق على قانون الانتخاب جديد وعصري، موضوع نسبية وغير نسبية، وبالتالي الذهاب الى 60 وإجراء الانتخابات، موضوع رئاسة الجمهورية يعني، وبالتالي ذكرت هناك محاذير لعدم انتخاب رئيس قبل إجراء انتخابات. طبعا ما في شك أنه المشكلة وين، أنه الفريق الآخر ما فيك تركن لتوقيعه، لأنه بيوقع على وثيقة ثم يرفضها، فلذلك الخوف أنه يوقع أنه ملتزم بانتخاب رئيس بأول جلسة، ولكن إذا أجت نتيجة الانتخابات النيابية مش كما هو يريد فممكن كثير انه يتراجع عن التزامه ونرجع نوقع بالمحظور، نرجع نوقع بنفس المشكل، نرجع نوقع بالفراغ، ساعتها الفراغ بيكون اخطر لانه لا في حكومه ولا في رئيس جمهوريه والمجلس منتخب جديد، فيعني المؤسسات ساعتها سوف تعاني اكثر واكثر مما تعانيه اليوم، لانه بنكون انحلت الحكومه وعندنا مجلس نيابي جديد ومعنا رئيس جمهوريه. نعم يعني بيكون صار في يعني فراغ اخطر على لبنان وعلى المؤسسات فيه. يعني اذا كانت عدد من الافرقاء ما عم نحكي من ناحيه سلبيه برفض مبادره الرئيس بري، ولكن في حال ما صار في اجماع شو هو المخرج التالي؟ يعني انا بعتقد انه ما في مخرج، نرجع نفكر عن جديد، لانه اذا ما كان في تفاهم على وما كان في إجماع على مبادرة الرئيس بري فهذه المبادرة لا يمكن أن تسير إلى الأمام. وساعتها بدنا ننطر، وساعتها ممكن نوصل للاستحقاق النيابي بأيار 2017 دون وجود رئيس للجمهورية، وساعتها التفكير بيصير ما العمل، إجراء انتخابات وخاصة إذا ما اتفقنا على أنه انتخاب جديد بنصير إجراء انتخابات نيابية على أساس قانون 60، وساعتها بنوقع بالمحظور الكبير. فلذلك يعني علينا من اليوم أنه نفكر كيف نحل موضوع رئاسة الجمهورية، وكيف يعني علينا انتخاب رئيس الجمهورية قبل الاستحقاق النيابي قبل حلول شهر نيسان من 2017 حتى ما نوقع بشيء بالمحظور الكبير، يلي خاصة بظل انه رفض التمديد للمجلس النيابي بعد التمديدين اللي مرقوا، وبنوصل للاستحقاق النيابي وما في عندنا رئيس الجمهورية، ساعتها
هل تجري الانتخابات النيابية وبجو رفض التمديد سوف يصار إلى انتخابات نيابية، ولكن من بعدها هناك الخوف من فراغ كبير بعدم وجود حكومة وعدم وجود رئيس الجمهورية. شكرا لك عضو كتلة المستقبل نائب الدكتور عاطف مجدلاني على هذه المداخلة. نعود إلى الاستوديو وضيفنا الأستاذ علي الأمين. أهلاً وصل أهلاً. لعنا على الاستوديو كل مرة بتقلي ما بقى تقلي مأخر، هل مرة خلص ثبت 100% أنه تأخرت بالشرع؟ لا أنه تأخرنا، بس أنا ناطرك هون والأستاذ عاطف مجدلين نحن ما فينا نتقدم عليه يعني. لا إذا بده يحكي الأستاذ عاطف هلا ما عم نحط ننطر شوي. طيب ما عم نحط الحق عليك، في عجقة سير و لا 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 يعني لا عم نقول عادي نتقدم على الأستاذ عاطف وقلنا يعني شوي بنتركك. إذا ضيفنا بالاستديو الأستاذ علي الأمين الكاتب السياسي. رح نبدأ معك أستاذ علي، إضافة للمواضيع طرحناها مع دكتور مجدلاني ومبادرة الرئيس بري، طبعا الانتخابات البلدية والاختيارية المرحلة الثالثة بجنوب وفي حركة على كل حال على صعيد الانتخابات بالجنوب، بنتابع أيضا باقي التفاصيل موضوع التوطين ما طرحه الوزير جبران باسيل في هذا الإطار وأيضا موضوع القانون الأمريكي. رح نبدأ الحلقة نحن وياك بكاريكاتير اليوم لحسن بليبل بصحيفة الديلي ستار، رسم كيس نفايات وفتح يعني إذا بدنا نقول ذراعي نحو خريطة لبنان وهو يقول أنا عدد راجع مجددا والخريطة ملأة يعني فراغ وكرة العقوبات المالية وبين صناديق اقتراع وفوق صندوق الأزمات النيابية المقفل. يعني سلسلة أزمات ومشاكل وألغام نعم يعني ممكن صور. تكون الحل انه نعمل انتخابات نيابيه مبكره تنحل كل هالكوارث؟ ما بعتقد لا يعني فيها يعني انا مع يعني مبدئيا جيد انه يصير في قانون انتخابات، لكن خلينا نكون واعيين شوي. المشكله نعم مش بالمجلس النيابي القائم، ممكن هذا المجلس يجي او يتغير باي نتيجه انتخابات. ما في حدا بيتوقع انه في تغيرات يعني دراماتيكيه بتصير بال حتى لو جرت الانتخابات شو راح يتغير؟ قانون 60 او غير 60 شو راح يتغير؟ راح يعني ممكن يتغير بالظرف اللي نحن عايشينه بالانقسام اللي عايشينه بطبيعه الاصطفافات القائمه بالبلد. ليس متوقعا ان يحصل يعني تحولات بنسب التمثيل في المجلس النيابي المقبل شيء شيء استثنائي. قد يتغير بعض الأشخاص ولكن الخط يبقى المسارات والتوجهات. اللي أخذ 20% طرف كان عنده 22 صاروا 20، لكن طبيعة المشهد السياسي والانقسام والقوى السياسية ما راح تتغير بشكل كبير. الغالبية بتفرق في حال اجت غالبية محل تاني يعني بالتالي. لكن نحن دايما عم نروح الآن ليه مش عم تنعقد الجلسة؟ لأنه بدنا التلتين. أيوة. في حدا يضمن التلتين جايين بالمرحلة المقبلة؟ الأزمة مش إنه في ناس عندها هلأ أكترية أو نعم. بعتقد الموضوع هو هروب من أو محاولة، حتى ما بدي روح على هيك نجزم بأنه شيء طرح هذا الأمر سلبي. يمكن الرئيس بري حاول يبحث عن مخرج يلاقي مخرج، لكن تقديري الدخول في النقاش في هذا الأمر والجدل اللي عم بيصير حوله بيعكس يعني رغبي بملء وقت فراغ أكثر مما هو إرادة حقيقية باتجاه إجراء انتخابات نيابية أو حل الأزمة السياسية. بس أستاذ علي الوقت لم يعد يسمح بتقطيع الوقت وملء فراغ. يا أخي في قادمين على مرحلة مجلس نواب يقال أنه ممكن يصير تمديد ولكن كتير خطر الموضوع، وبالتالي معنا قانون انتخاب ورئيس جمهورية معنا. طيب لأيمتى عم نحكي؟ 2017 يعني؟ بدك تعمل قانون؟ القانون ما لا خلقت الحكومة قعدت 9 أشهر صحيح بقى كيف؟ فعندك من هلا ل 2017 يعني بده ينحكى بهيدي الأمور لكن مع الأسف مجرد عدم إجراء انتخابات رئاسية ورفض هذا الأمر هو 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 التعبير الواضح والصريح على عدم الرغبة في حل الأزمة. لأنه من هون هذا الباب هون موضوع انتخاب الرئيس منه موضوع من هو شخص الرئيس ومنه هو موضوع من هو يعني مين الفلان أو علتان أو
الموضوع انه لا مطلوب يعني تجميد الاوضاع او بمعنى وقف الوضع اللبناني على حاله من المعلقه بين الدولي ولا دولي بين هي ابقائها بانتظار حلول. الكل صار يعني صرنا في ملل بالحكي فيها. ربطنا بالموضوع السوري بشكل غصبا عنا وبكل يعني فيها شيء من الفجاج والإصرار صح. عم ينربط بالأمور وممنوع تتحل. قد يطول الموضوع السوري أكثر من 2017 يا أخي، واضح مبين من المعطيات. بده يطول وأكثر وأكيد رح يطول أكثر. في حدا عم بيقول لك معلق الوضع هيك، بده يعلقوا لهذا الوضع بهالطريقه، يعني عم تقول حنمدد لمجلس النواب مجددا، بيمددوا للمجلس وبيمددوا بتقديري انه ما في يعني تحت اي حجه حتى هلا بيعملوا هلمد. مشكله على قانون الانتخابات، مشكله على قانون، شو الحجه للتمديد مجددا؟ كان اول شيء موضوع الامن، انتفى الموضوع الامن، عملنا انتخابات بلديه، ما يعني تمديد لمجلس النواب يعني هلا ما اتفقنا على قانون انتخاب ولأنه القانون الانتخاب لازم يكون يعني صياغة هو الأساس هو التمثيل الصحيح، وما راح يتم التمثيل الصحيح ولسبب ما ممكن يكون الظروف الأمنية، يعني لما في قرار بعدم حل الأزمة القائمة بانتخاب رئيس أو إعادة عجلة الدولة تماما إلى يعني الدوران بشكل طبيعي، لما بكون هذا القرار موجود وإبقاء الوضع معلق، فبالتالي بصير في ذرائع، خلق ذرائع وخلق حجج لإبقاء الوضع معلق. لكن هذا ما بيمنع أنه الوضع اللبناني كمان إلى أي مدى مثل ما تفضلت وقلت ممكن يتحمل هالوضعية اللي نحن فيها. بعدنا عم نحكي شو عنا أزمات مالية وموضوع العقوبات وموضوع الفرق وموضوع هذا شيء تحدي كمان يعني أمام الجميع، أنه هل يعني ممكن الاستمرار بهذا السلوك بهذه الطريقة؟ عم نقول نحن في تداعيات للأزمة السورية، طب ما في، لكن لماذا نحن أيضا نمارس أو هذا الدور ننجرب. بنساعد على تعقيد الأمور. على كل حال صحيفة المستقبل طرحت الموضوع من زاوية أنه ما طرحه الرئيس نبيه بري، لأنه يجب إيجاد مخرج لانتشاله للبنان من هذا الواقع، وبالتالي هذا التمديد تقصير الولاية مشروط أنه كل الأفرقاء يكتبوا تعهد خطي بتأمين النصاب اللازم لانتخاب الرئيس تعقد فور انتهاء الانتخابات النيابية. دكتور مجدلاني قال عملنا اعلان بعبدة والحبل راح بالماي، شو يضمن انه بالاخر مين يلتزم؟ معك مع اللي قاله الدكتور مجدلاني بانه فعلا يعني انه ما في شيء، شو بياخذون على الحبل؟ شو بيعملوا؟ ممكن يعني ممكن حدا يعني مع الاسف بالبلد ما يعني بالإدارة الوضع البلد ما في مصداقية وما في مسؤولية وما في شعور بأنه فعلا أنه أخي في ناس في دولة في مؤسسات، والمؤسف أنه يعني في ناس مستفيدة من هالإبقاء هذا الوضع يعني مستفيدة. الرئيس نجيب ميقاتي بصحيفة اللواء كان لافت كلام وتحفظ على خيار إجراء انتخابات نيابية مبكرة، ووصف يعني طبعا من ناحية إيجابية أنه خيار إجراء انتخابات، وصف خيارات الرئيس نبيه بري بأن مثل شخص يحفر حفرة وعم يطمر حاله فيها، وتساءل من يضمن، كنا عم نسأل، أن ينتخب المجلس الجديد رئيسا، ومن يمكنه يلتزم منذ الآن بأن ينتخب المجلس القادم رئيسا، طالما أن هناك احتمالا ما أن لا يعود أقطاب الحوار للمجلس الجديد، وبالتالي بتكون القضية فلتانة. كمان مين بده يعمل ضابط الإيقاع؟ كبرت انضبط الأوضاع. فبالتالي يعني وهذا بيرجعنا يعني لأصل الموضوع للمدخل. ولما الأطراف السياسية رافضة تروح على جلسة انتخاب وتنتخب رئيس جمهورية، هذا يدل على أنه نحن ما زلنا في الأزمة وفي المأزق اللي في إصرار على وضعنا فيه. لا انتخابات نيابية بتحل الموضوع، ولا يعني تغيير حتى التمثيل النيابي ممكن يتغير رح يحل الموضوع. هذا عدم انتخاب الرئيس أكبر من قصة إنه في تمثيل له القوة السياسية أكبر أو أصغر. الموضوع بيتعلق يعني بشيء فينا نقوله إنه يعني أصبح مرتبط بأمور أكثر تعقيداً على المستوى، ببساطة ما هو دور
يعني لبنان في المرحلة المقبلة. أي سياسة سيعتمدها رئيس الجمهورية أو الدولة اللبنانية؟ بدنا نظبط بيتنا الداخلي بعدين بنفكر بالتعاطي مع الملفات. ما هي من ضمن الملفات حالهم الشباب صحيح، لكن من ضمن هذه الأسئلة، هذه أسئلة موجودة، وبالتالي هذا إلى أي مدى يمكن أن يؤثر على بعض الحسابات الإقليمية وعلى هلأ عم نتأمل نحن اليوم أنه ربما حزب الله اللي أنا تقديري هو يلعب دور أساسي بتعطيل الانتخابات الرئاسية، ربما الدروس السورية ربما ربما غيرت شوي، ربما تساهم أكثر فأكثر بجعله أكثر تواضعا وأكثر يعني حرصا على حماية الحيز الداخلي اللبناني، لأنه هو الحصن الأخير له. وربما هالنزعة اللي عم نشوفه اهتمامه بالبلديات بهذا الشكل والرغبة بالتهام أكبر عدد من المجالس البلدية، يعني هالنزعة اللي إنه حزب الله هالمرة عنده تشدد بأنه سيأتي يعني بالحزبيين رؤساء بلديات، وهي الروحية بأنه أنا بدي تكمش بس هذا إجابة ما هي اللي عم بالداخل نقول. أنه إعادة العمل هذا الإصرار يعني على أنه يكون ولو أنه كل متكمش على بس حزب الله كلهم متكمشين. لا لا لا، ما هو عم نقول أنه هو كان رغبته بالخروج إلى الخارج، أنه يعني عرفت كيف سياسة التوسع. نعم، هذه سياسة التوسع عم نقول أنه في اهتمام بالداخل، أنه هلا ربما بيعكس رغبة في أنه يبلش يركز على الأوضاع الداخلية وعلى الموضوع البلدية. بدي أرجع أحكي موضوع البلدية، يعني بنتأمل أنه هذا يساعد على أنه يعيد الأولويات ويثبت الموضوع، يعني القضايا الداخلية كأساس قبل كثير من القضايا الخارجية على أهميتها. نحكي بلديات ورئاسي، ولكن قبل ما أوقف مع الاستراحة، يبدو أنه حزب الله منسق مع الرئيس بري في هذا الطرح وموافق، وفي حال الجنرال كمان وافق، وبالتالي قد ندخل بأزمة، وأنه لا الكفة تميل بيمشي الحال. باختصار ما شايف، أنا شايف وحكي هيك بالهوى. طيب بالهوى نتوقف مع استراحة أولى أستاذ علي، نتابع بعد الحوار موضوع الرئاسي تحديدا والبلديات الانتخابية، البلديات الاختيارية والبلدية الانتخابات. ابقوا معنا مشاهدينا.